بس غريبة يعني، انت لابس ساعة كلاسيك عادية وانت بتتكلم عن ساعة سمارت ووتش، مش غريبة؟ الصراحة معاك حق، ولكن للأسف السمارت ووتش أنا بشحنها دلوقتي، فللأسف هنقضي بالساعة الكلاسيك دي لحد ما تتشحن. ازيك يا شباب، عاملين ايه؟ ايه الأخبار؟ يا رب تكونوا كويسين. أنا أحمد سامح، مرحبا بكم في أحمد أروتي. النهاردة هنتكلم عن ساعة جديدة، ساعة تعتبر من براند كبير ألا وهو HW. HW هي شركة صينية عاملة ضجة في مجال الساعات زي HW 22 و HW 22 بلس و HW 22 بلس برو و HW 22 برو بلس ماكس وهكذا. المهم احنا النهاردة معانا حاجة تانية خالص غير ال 22 وال 12 وكل الكلام ده، ساعة جديدة ألا وهي HW 56 بلس. 56 بلس تعتبر فيها مميزات كده مش موجودة في أي ساعة تانية، وهنوضحها أكيد في خلال الريفيو ده. واللي بعت لنا الساعة دي هي بيج 3M سورس، بيج متميزة جدا في بيع الساعات والسماعات الذكية، عندهم تشكيلة كبيرة جدا وعندهم خصومات تقريبا في كل أوقات السنة. ما تنسوش اللينك تحت في الديسكريبشن، وما تنسوش برضو تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس وتعملوا شير للفيديو لو عجب. فخلينا نخش في الموضوع على طول ونبدا باول حاجه الا وهي الانبوكسنج. الانبوكسنج بتاع ساعه مميزه جدا الا وهي ال HW 56 بلس. طبعا بتتميز ان هي وايرلس تشارجنج زي ما انتم شايفين، واللي متوفره معانا اللون الكحلي، واتاكدوا ان العلبه الاصليه مرسوم عليها اللوجو بتاع ويفر برو، الابلكيشن بتاعها اللي هيكون الكيو ار كود بتاعه من جوه. تعالوا بقى نفتح العلبه ونشوف جواها ايه. وفتحنا العلبة، design it for building an excellent lifestyle. شكرا. طبعا هنا هيكون في الستراب، خامته لطيفة جدا، والكتالوج الجميل بتاعنا اللي مفيهوش حاجات مهمة قوي غير الكيو ار كود بتاع الابليكيشن زي ما انتوا شايفين. وكمان بيتوفر معاها الشاحن اللاسلكي اللي بقى معتاد جدا في الفئة السعرية دي للساعات الذكية، وكمان الساعة اللي هتلاقيها بخلفيات كتيرة قوي ومنها خلفيات بتاعت سيريوس 7. وكنت عايز برضو اخلي المراجعة دي مقارنة ما بينها وال HW 57 والفروقات الجامدة قوي في الانبوكسنج، اللي هتلاقي الشاحن مش وايرلس، هتلاقيه اللي هو العادي الشكل القديم خالص، وكمان الساعة نفسها ما فيهاش الزرار ده، هو جاست منظر. وكمان شكل العلبة من بره هتكون مش مدورة بالمنظر ده، مش كيرفت زي ما انتم شايفين في الكرتونة اللي بره، مش كيرفت زي ما انتم شايفين، لا هتكون شارب ايدجز زي التسريبات اللي هي ال7، ولكن هي من جوه نفس الشكل هنا بالظبط ونفس ابعاد الشاشة بنفس كل حاجة. بعد ما خلصنا الانبوكسنج خلينا نخش في التصميم والماتيريال. التصميم والماتيريال كويسين جدا، هتشوفوها برضو عن قرب، ما فيهاش بنين بتوع الشحن عشان هي وايرلس تشارجر، وكمان متميزة جدا في الكيرفات بتاعتها. خلينا برضو نخش بالتفصيل على الساعة ذات نفسها. بالنسبة لي التصميم والماتيريال، التصميم زي ما انتم شايفين كده تصميم اعتيادي جدا، ما فيهوش بنات للشحن عشان خاطر ده وايرلس تشارجر، بشكل لطيف جدا وجلوسي بلاك من ورا او بيانو بلاك من ورا، وكمان اللون الازرق انا شايفه مميز جدا، والستراب ممكن انت تجيب لها اي ستراب باي لون، وكمان الستراب خامته كويس، ولكن الحتت دي بتكون متغطية زي ما انتم شايفين، ولكن هي معدن اكيد من جوه. وفعلا الساعه دي استخدمتها كتير، وفعلا الناس ما بتاخدش بالها اصلا ان هي فيك غير لما انا اقول لهم دي للمراجعه، دي موديلها كذا، ولكن الحته الحمراء مع الزرار مع الخلفيه الجميله اللي انا بحبها شخصيا محدش هياخد باله ان هي تقليد لابل ووتش، فدي حاجه لذيذه جدا. خلينا نخش في الديسبلاي. الديسبلاي بتاعتها متميزه جدا، فيها لايف وول بيبرز كويسه جدا ومش حاسس باي لاج فيها، وتعالوا برضو نخش بالتفصيل عليها. بالنسبه لي الديسبلاي فهي شاشه من الشاشات الكبيره اللي موجوده في الفئه السعريه دي ب 1.77 انش، تقريبا 1.8 انش، ومن الشاشات الكبيره والممتازه في الفئه السعريه دي، وتعتبر ما فيهاش اي لاج زي ما انتم شايفين، ولكن اكيد لو قارنتها بالدي تي 100 او دي تي 100 برو ماكس او دي تي 100 برو هتلاقي ان الثانيه الشاشه بتاعتها افضل، ولكن كل واحده ليها مميزات وليها عيوب، فكل واحد لازم يختار بالظبط هو محتاج ايه، وهتلاقوا كل المراجعات موجوده في اللينك فوق في الديسكربشن، او خشوا شرفوني على القناه، وما تنسوش طبعا تعملوا اشتراك عشان يصلكم كل جديد في مجال الساعات والسماعات والعربيات واللابتوبات وكل حاجه انتوا عايزين تشوفوها. تعالوا نخش بقى على المميزات اللي هي كتيره جدا، ومن اهمهم ان هي فيها اولويز اون ديسبلاي، ودي ان الشاشه تفضل مبينه الساعه
طول ما انت لابسها، ولكن دي طبعا بتستهلك بطارية اكتر. وكمان هي IP67 ضد المية وضد التراب، بمعمارية بسيطة ضد الترطشة وكل الكلام ده. والمميز فيها كمان ان هي فيها لوك سكرين وفيها باسورد وبتدعم العربي والانجليش بشكل كامل بدون اي مشاكل. ما تخلونيش بقى احلى المميزات كلها، خلينا نخش برضو بالتفصيل. بالنسبة بقى للمميزات، المميزات كتيرة جدا جدا جدا. اولها ان احنا ننزل ستارة من فوق، عندي هنا اتصال بلوتوث، عندي هنا اكيد تشغيل الاولويز اون ديسبلاي، ودي من المميزات الموجوده، ولكن طبعا بتاخد من البطاريه. عندي هنا لوك سكرين، عندي هنا الدفع بالباي بال لو انت عندك اكونت باي بال وعايز ان انت تدفع بيه بمنتهى السهوله من هنا. وعندي شويه سيتنجز هنشوفها كمان شويه، زي ما انتم شايفين هنا الاضاءه وكل الكلام ده بمنتهى السهوله، وقت ايقاف الشاشه 7 ثواني، اما الشاشه الساطعه تكون اولويز اون ديسبلاي، واعدادات الهاتف طبعا كل الكلام ده تخليه مشغلينه عشان خاطر المكالمات وزي ما انتوا عارفين. وكمان في وضع دونت ديسترب، والصوت والاهتزاز بتتحكم في الصوت والفايبريشن، ولو مش عايز فايبريشن خالص مفيش اي مشكله. وكمان عندي اللغه العربيه زي ما انتوا شايفين، اللغه الانجليزيه بمنتهى السهوله من غير اي تقطيع ولا اي مشكله. وعندي كلمه سر بالاضافه للوك سكرين زي ما قلت لكم، فدي حاجات لطيفه جدا. واباوت الساعه في 2.12 ده ستار بتاعها، ولكن الاسم HW56+. وبس كده استعرض الريسيت والغلق، دي الحاجات الموجودة في السيتنجز. ودي كمان الكيو ار كود لو انت عايز تعمل مثلا الواتساب بتاعك او صفحة البيج، صفحة الفيسبوك او الانستجرام، في الكيو ار كود بحيث ان حد يعمل لها سكان على طول تظهر له جميع البيانات بتاعتك. ودي الحاجات اللي موجوده. من الحاجات الجميله جدا اللي بتعجبني في الاتش دبليو ان فيها ستاره جانبيه بشكل لطيف جدا، في شويه حاجات زي الريسنتلي ابس اللي انت لسه فاتحها، وكمان الكيو ار كود زي ما انتم شايفين. تعال نروح يمين كده هتلاقوا معدل ضربات القلب، وعندي هنا عدد الخطوات بالحاجات اللي موجوده في كل الساعات الذكيه الثانيه. عندي هنا الطقس، عندي كمان اقدر اضيف شويه حاجات اضافيه مش موجوده في القائمه الرئيسيه ولكن ممكن اضيفها بمنتهى السهوله، زي الاس بي او 2 والتحكم في الميوزك وتمارين للنفس. وعندي هنا قياس الضغط اللي انا مش معترف بيه الصراحه، ولو رفعت من تحت سوايب اب كده هتلاقي فيه نوتيفيكيشنز، لو الرساله صغيره هتيجي كامله، لو الرساله طويله هيقول لك كملها عندك. تعال نخش بقى في القوائم الرئيسيه اللي عندي، واعمل ممكن دبل كليك تلاقي الاشكال اتغيرت، ودي اشكال لطيفه مش موجوده برده في ساعات كتير، فخلينا اكتر حاجه منظمه ونعرف ان احنا نقول احنا محتاجين ايه بالظبط منها. التنظيمه دي هنا الهارت ريت، هنا البلاد بريشر او ضغط الدم، وعندي هنا شويه بيانات اللي هي الخطوات والكالوريز وكل الكلام ده، وفيها تتبع للنوم حلو جدا. قارن برضو الهارت ريت بالموبايل زي ما تعودنا، وكمان مستوى الاكسجين في الدم والبريشر اللي انا مش مقتنع بيه وهفضل مش مقتنع بيه لحد ما ينزل في الابل ووتش نفسها. وعندي هنا كمان الاوتبوت سبورتس، عندي شويه انظمه كده لذيذه جدا لو انت عايز تخرج بره وتلعب شويه رياضه، ومستوى اليو في او مستوى الاضاءه موجوده في الجو وانت خارج بره البيت. وعندي هنا تمارين للتنفس عشان التهدئه وستوب ووتش، عندك اتصال بالموبايل، وعندي الاندور اكتيفيتيز، شويه اندور اكتيفيتيز زي الاوتدور اللي احنا لسه شايفينها، والويزر بيعرض لك الويزر كامل لما تتصل بالموبايل اكيد، والكالكليتر والميوزك. تقدر كمان ان انت تاخد صوره عن طريق شيك تو تيك بيكتشر اللي هي دي، ولكن لما نتصل برضو بالموبايل. وكمان عندي المسج او النوتيفيكيشن والسيت اب سيتنجز اللي احنا لسه واخدين بالنا. تعالوا نفتح الكالكليتر كده ونشوف. صحيح 19، ودي حاجه لطيفه جدا هتساعدك اكيد في حاجات مختلفه. كل بقى المميزات وكل القوائم وكل الكلام ده موجود برضو في ال HW57 بدون اي اختلاف يذكر. تعالوا في حته بقى البطاريه. البطاريه يا جماعه هي بطاريه ممتازه، هي بطاريه اعتياديه جدا، مديه اداء كويس ومحترم نسبيا، وبتدي تقريبا من 2 يوم لحد 4 ايام على حسب استخدامك. وانا كنت سايبها الصراحه اكتر من يوم من غير استخدام، وقعدت معايا لحد 3 ايام او 4 ايام، يعني استخدمتها نص يوم كده وبعد كده ركنتها لحد ما فصلت زي ما وريتكم. وبتشحن تقريبا في ساعتين بالظبط، ساعتين ونص في الحدود دي، وده الطبيعي جدا في الفئه السعريه دي. ولكن انت لما تشغل الاولويز اون ديسبلاي اكيد الاثنين يوم دول او الثلاث ايام دول بيقلوا طبعا على حسب استهلاكك وعلى حسب انت مشغلها قد ايه. فما تنسوش بقى ان انت تشحنوها ب 5 واط فقط او 5 فولت 1 امبير عن طريق البي سي او اللابتوب او whatever. وهتلاقوا لينك الشواحن موجود في الاي اللي فوق، ابقوا شوفوا برده الفيديو بتاع. واخر حاجه معانا هي الابلكيشن. الابلكيشن سهل وسلس،
واللوجو بتاعه موجود على العلبة ذات نفسها، ودي حاجة كويسة جدا وهتشوفوا بالتفصيل بتكون عاملة ازاي. نخش بقى في الابليكيشن وهنقوم نعمل اسكان للكيو ار كود اللي موجود في الكتالوج زي ما انتم شايفين هنا، وهنقوم بتنزيله او نخش على البلاي ستور على طول ويرفيت برو. وعبال ما ينزل الابليكيشن تعالوا نقارن الهارت ريت مونيتور بالموبايل الجميل بتاعنا. لبست الساعة اللطيفة وزي ما انتم شايفين كده الريز هاند عشان يفتح شغال بشكل لطيف. تعالوا نخليها always on display ونخش على الهارت ريت بالمنظر اللطيف ونشدها كده علينا ونقوم فتحين الموبايل. ايه التهريج ده؟ 90 وهنا 79 وهنا 69 و70 طبعا لا. تعالوا نعيدها مرة كمان. عندي هنا 80 وعندي هنا 73. تعالوا نعيد كمان مرة. فرق 10 كتير جدا برضو. فالقرايات مش هتكون ادق حاجة، ما تعتمدش عليها اعتماد كلي. اخر فرصة ليها ان انا بحاول اعمل رياضة اهو دلوقتي بجري في مكاني عشان خاطر يعلى شوية عن 69. تعالوا نشوف هل هيعلى فعلا ولا لا. 70 برضو نفس الفكرة، مفيش اي اختلاف، مفيش مشكلة كده مش هنعتمد عليها اعتماد كلي. وبكده يكون الابليكيشن نزل. خلينا نحاول بقى نعمل كونكشن مع الساعة. طبعا وير فيت برو زي ما انتم شايفين تحميل يائس، مش عارف ليه يائس يا باشا. طبعا نفتح البلوتوث عشان نعمل كونكشن معاها، ولكن تعذر الالكترون مفيش اي مشكلة. تعالوا نخش على الابليكيشن ذات نفسه. طبعا شوية سماح واذونات كتيرة جدا. تعالوا نعاود الاتصال بيها مرة تانية ونشوف ونقول الو. تم الاتصال بالفعل. تعالوا نشوف كمية الخلفيات اللي عندنا. البرنامج بس هيكون فيه شوية اعلانات، وده نتيجة ان هو يهدف للربح، ولكن على مستوى عالي جدا زي ما انتم شايفين كده. شوية خلفيات كتيرة جدا، حاجات بفلوس وحاجات من غير فلوس زي ما انتم شايفين. تعالوا بقى نشوف محفظة الجيب وبطاقة العمل. دول الكيو ار كود، سواء هنا بتدفع او هنا بتوريهم بس الواتساب بتاعك. عندي هنا دفع التاكس، انا عايز ان هو طبعا التاكس يجيلي. وعندي التنبيهات اكيد انا عايز كل الابليكيشنز ان هي تجيلي، او ابليكيشنز معينه انا بحددها زي ما انتم شايفين. وعندي هنا منبه بيعمل لك فايبريشن كده لذيذ. تذكير بالصحه ده بيقعد يقول لك قوم وقف وانت بتكلمني، قوم اشرب ميه شويه، فيعني ما بيغلطش ولذيذ جدا. افحص عن الصور. بيعمل لك فايبريشن، مش عارف ليه ما بيعملش صوت مع انه في سبيكر ومايكروفون، ولكن مفيش مشكله. كل الساعات كده، كل الساعات الخفيه السريعه كده. قطع الصوره طبعا هينفع. وعندي 8 اسماء اقدر ان انا احطهم هنا، ودول اللي بيظهروا فقط بس على الساعه لما يتصلوا كاسم يعني. وعندي هنا شويه اعدادات يعني مفيش اي مشكله فيها. عندي 12 ساعه، نخلي الفورمات 12 ساعه عشان 13 و14 الحاجات دي. وهنشوف هنا في ابديت ولا لا. لا مفيش ابديت، وغالبا انا كنت عامل لها اصلا ابديت لما كنت بستخدمها وبس كده. دي بقى الحاجات للحاجات الرياضية. وهنا برضو الرياضي بالجي بي اس. وعندي هنا صفحة رئيسية شوية الحاجات اللي احنا ممكن تدخلها، وتبتدي ان انت تقول بقى انا بتابع صحتي تمام ولا مش تمام وهكذا. وبس كده، ده كان الابليكيشن. خلينا نرجع ليه للست. وبكده نكون خلصنا الريفيو. خلينا بقى نعمل مراجعة سريعة كده على ايه المميزات بتاعتها وايه العيوب بتاعتها. خليها هنا جنبي كده عشان نحس ان هي قريبه مننا كده. بالنسبه لتصميم الماتيريال، التصميم كويس قوي، الماتيريال حلوه جدا، ولكن الشن اللي حوالين الشاشه تعتبر كبيره نسبيا، ولكن في الخلفيات اللي هي السوداء فمش باينه، فدي يعني ممكن نتغاضى عنها. بالنسبه لي الشاشه بتاعتها كويسه جدا، تعتبر ممتازه في الفئه السعريه دي، ودي حاجه كويسه جدا. وبالنسبه لي البطاريه بتقعد من يومين لحد 4 ايام على حسب استخدامك. والمميزات كتيره جدا، زي مثلا ان هي فيها باسورد، فيها لوك سكرين، وفيها كيو ار كود، وفيها IP67 ضد الميه، والبلوتوث بتاعها يعتبر كويس جدا. والميزه اللي مش موجوده في ساعات كتير في الفئه السعريه دي اللي هي اولويز اون ديسبلاي، ودي حاجة برضو تعتبر كويس. الابليكيشن بتاعها سهل وسلس، والعربي بتاعها كويس ما فيهاش اي مشكلة. وبس كده، دي كانت كل حاجة كنت عايز اقولها لكم النهاردة. يا رب تكونوا استفدتوا. ان شاء الله اشوفكم الريفيو الجاي، وما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. ولو عايزين تشتروها اللينك تحت في الديسكريبشن 3M ستورز. ان شاء الله اشوفكم الريفيو الجاي. مع السلامة.